فيديو النهارده هيفيدك جدا، فقبل ما تكمله اعمل له سيف عشان صدقني هترجع له. مع انتشار التكنولوجيا وتوغل الميديا وسطنا، بقى كل واحد فينا مش مجرد عنده رقم تليفون، ده بقى عنده حساب في كل منصه تقريبا موجود، مش مجرد رقم هتمليهوله. طب ايه حل الازمه دي؟ انا جايب لكم النهارده الموقع اللي ممكن يحل لكم المشاكل دي بشكل سهل جدا، بالعكس هيوفر لك حاجات اكتر بكتير جدا من اللي انت كنت ممكن تتخيلها اصلا. عشان كده قلت لك في البدايه سيف الفيديو، لانك كده كده هتحتاجه، وخصوصا قبل ما يبقى بفلوس كتير. موقع النهارده ابسط الحاجات اللي بيعملها لك انه بيعمل لك بيزنس كارد احترافي اقرب ما يكون الى السي في، تقدر من خلاله تعمل روابط مختصره لاي حاجه بعدد لا نهائي، وكمان بيوفر لك كل الاحصائيات اللي ممكن تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. ومن خلاله كمان بتقدر تعمل عدد لا نهائي من صفحات البايو او صفحات الهبوط، كل صفحه منهم ممكن تكون اصلا بمعلومات غير التانية، انت حر. مع الموقع ده مش هتحتاج اي برامج تانية لضغط الصور او تحويلها من صيغه لصيغه تانية، هو بيعمل لك كل ده بتكه زرار. اما اجمل ما في الموضوع بقى هو QR كود، بتقدر من خلاله تعمل QR كود لكل بياناتك، لكل حساباتك، لكل حاجه انت اصلا عايز تظهرها لحد، واكتر من QR كود كمان. ده غير انك تقدر تتحكم في شكل QR كود بالوانه برسوماته، انت بتعمل QR كود على كيفك. اما عرض رمضان بقى اللي موفره لنا موقع باركود السنه دي، انا هسيبك تستكشفه بنفسك لما تدخل الموقع بنفسك وتسجل بنفسك. طبعا مش محتاج اقول لك ان ده الموقع اللي انا اصلا بستعمله، هتلاقيه دايما بشكل مستمر موجود عندي في البايو.